لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن ثمة توصيات لابد للعبد أن يذكرها دوما ولا ينساها. أول هذه التوصيات أن لله عز وجل على عباده حقا، وهذا الحق من أجله خلقهم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم: قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من أطاعه، وهذا حق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه أحد عليه، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الحق عباد الله من أجله خلق الدنيا وأوجد من يقوم به، فهذه الملائكة لا تترك هذا الحق أبدا، فلا يعصون الله عز وجل فيه طرفة عين، بل لا يكلون ولا يملون ولا يسأمون، لأن الله عز وجل يحب هذه العبادة فخلقهم من أجلها. قال الله عز وجل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي هذا دوما. فهذا فيه بيان واضح ما الذي يحب الله عز وجل، ولماذا خلق الخلق وهو غني عن عبادتهم جميعا، لكنه يحب ذلك، وهذا حقه على من خلقهم. لذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما سورة الإنسان، ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون.
أطت السماء وحق لها أن تأط من ثقل ما هي فيه. صوت يحدث لكنكم لا تسمعون وحق لها أن تأط. ما من موضع أربع أصابع عند الترمذي وفي الصحيح ما من موضع قدم إلا ملك ساجد بجبهته لله عز وجل، أي أن هذا الذي يسميه الناس تعديا فضاء هذا الفضاء في عقولهم فقط، لكن هذا الملأ الأعلى كله قد حشد بالملائكة السجد لله حتى تملأ العبادة، وهذا دوما لا يكفون، ولهذا خلقهم. وهذا ليس خاصا بالملائكة، فإن هذا التكليف في رقاب البشر بالأولى، لأننا من سنجازى على ذلك وابتلينا به، وهذا حقه على العباد، وسنرد على الله عز وجل للسؤال عليه. هذه التوصية لابد أن يفقهها الناس، أن مواسم الطاعات يخرج الناس منها إلى مقبول ومحروم لا ثالث لهما. لذا كان علي رضي الله عنه إذا خرج يهنئ الناس في ليلة العيد كان يقول: أيا ليت شعري، من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه، من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. هذا موسم لابد أن يشغل به الرأس. لذا كان السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يضعون لامة حربهم بعد رمضان أبدا، ولا يغفلون ولا يتركون، بل يظلوا على نصف من العام يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم ما كان في رمضان، ثم ينشغلون أن يبلغهم الله إياه. أما أن تكون أول ليلة بعده غفلة، لذا يطرح السؤال: من الذي قام ليلة الأمس الأول من شوال ولو بركعتين خفيفتين، من الذي قام؟ يا عباد الله، أصول العبادات ليست مؤقتة، إن الذي يتفاوت فيه قدر العبادات جدا وتفاضلا هو مواسم الطاعات، أما الأصل لا يترك أبدا. فالعبد حربه مع الشيطان لم ولن تنطفئ، وسيظل على هذا الحال حتى يموت. فعلما يترك أحدنا حصنه ويخلع لأمته ويضع سهامه وعدوه متربص به أوشك أن يصيبه في مقتل، فأما حصنه فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا: وعليكم بذكر الله، فإن مثل الذاكر كمثل رجل يطلبه عدوه على إثره وهو يهرب منه، والثاني يطارده حتى إذا وجد حصنا فتحصن به، دخل الحصن بالسور العالي والحراسات أغلق عليه الباب، حال هذا الباب وهذا الحصن بينه وبين عدوه فصار في مأمن. فهذا من كان في ذكر الله. فالذي يكون خارج هذا الحصن عدوه سهل أن يصيبه
وأن يأسره. وأعظم شيء في هذا الأسر الذي يقع فيه العباد بين يدي عدوهم هو أن يأسر الشيطان قلوب العباد، فيصير العبد كالمكبل المسلسل الذي لا يستطيع أن يقاوم، يأتي به الشيطان يمنة، يأتي به يسرة كما شاء. وهذا لا ينكره أكثر الغفلة من تحكم الشيطان فيه. هل يستطيع إبليس أن يفعله؟ نعم والله، إلا أن يقبل بجمعية قلبه على الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك الشيطان يستطيع أن يأسر قلبه ويصير هو الملك على هذا القلب، يأمر فيه وينهى، ومن ثم يتحكم هو في الجوارح بعد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. أرأيت الوصف؟ استحوذ عليهم الشيطان، صاروا في حوزته، هو الذي يقول ويفعل فيهم ما شاء. لماذا يستحوذ؟ ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي العلامة على استحواذه؟ فأنساهم ذكر الله. لذا هذه الغفلة تنشأ عند العباد من أنهم ظنوا أن الطاعة قد انتهت، فطووا الصفحات وعادوا كما كانوا على غفلة هائلة. فإن قال قائل: هذه سنن، هذه ليست فرائض، أقول لك: هذا الذي يبدأ به إبليس، ولكنه لم ينتهي إلى هذا الحال. هذا الذي يبدأ به في تهوين هذه النوافل، ومن ثم بعد ذلك يعبث بالفرائض كما شاء. ولن يمكث طويلا، وإن النظرة إلى النوافل على هذا الحال دلالة هائلة على ضعف القلب حبا وخوفا ورجاء في الله. ولم تأتي الأدلة أبدا على وصف النوافل على أنها إن فعلت فبها ونعمة، وإن لم تفعل فإن العبد في سعة. من الذي قال ذلك؟ فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت شابا أبيت في المسجد، وكان الناس يرون الرؤى فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقصون عليه فيؤول لهم رؤاهم، فأحببت أن أرى رؤيا، أفعل مثل ما يفعل الناس، فآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأقول: رأيت كذا وكذا وكذا، فيؤولها لي. قالوا: فرأيت كأن ملكين أخذ بي فسار بي إلى بئر مطوية كأنها النار ولها قرنان، لها شفاه عليها مبنية ولها أخشاب. قال: فنظرت فيها فإذا أناس أعرفهم، فقلت: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، يعني أين تأخذوني؟ ستلقون بي في النار. من القائل؟ عبد الله بن عمر. قال: فإذا بثالث، يعني ملك ثالث، فقال لي: لم تراع، لم تراع، يعني لا تخف، لا تخف، فردوا. فأتى حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
فقص عليها الرؤيا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بها. ما الذي أولها له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل، يعني نعم الرجل أنت عبد الله، أنت لو كان يصلي من الليل. ما علاقة قيام الليل، ما علاقة قيام الليل بحاله وهو يعرض على النار؟ ألم يقل قائل هذه نوافل؟ ما الذي أدخل النوافل في الورود على النار؟ يا عباد الله، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، في رمضان فقط. كيف تتركون ركعتين خفيفتين صلهم في المسجد قبل أن تغادر بعد سنة العشاء، ثم أوتر ولو بركعة، لكن لا تترك، فإن الترك المجرد علامة على رد العمل قبله. استغنيت، لا يصلح من عبد يريد ما عند الله، فإن هذه والله علامات واضحة على المعالم التي يسير عليها العباد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، إقبال شديد، وإن لكل شرة فترة، فتور بعده. فكان الناس في رمضان يعانون وكان لهم إقبال ويصلون تراويح وتهجد ويقبضون على مصحفهم ويتصدقون شرة، وهذا من معونة الله لهم. وإن لكل شرة فترة يعقب ذلك فطور، هذا الفطور منه ما هو مصيب فيه السنة ومنه ما هو مصيب فيه الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته، يعني إذا خرج من هذه المواسم على فطور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته هذا الفطور إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. فلا يخرج العباد من هذه المواسم إلى الترك، هذه ليست سنته، هذه ليست سنته صلى الله عليه وسلم، إنما يخرج إلى أقل السنة ثم يبني عليها يبني عليها يبني عليها حتى يستقيم على الكمال. أما أن يترك فهذا ليس فطورا، هذا ترك وغفلة، وإن الترك والغفلة تنسي ذكر الله، فيعين العبد الشيطان على غايته منه هو، فأنساهم ذكر الله، هو الذي يفعل بنفسه ذلك، فيصير عبدا ذليلا لإبليس يتحكم فيه كما شاء. فمطلع الأمر لم يكن على الفرائض فقط، ولا تظنن أن الشيطان أول ما يغويك يأخذك إلى الكبائر أو الشرك بالله، أو أنه يقول لك اترك الصلاة، لا، لم يأتي من هذا الباب إلا إذا وجدك منحلا من الأمر والنهي، لا تحتاج إلى كثير إغواء. أما إذ وجدك على طاعة فإنه سيترقى معك أول ما يترقى في هذه النوافل، ويرققها حتى يهونها تماما، فإذا تركتها صار الفرض عاريا بلا مرقع، وصار القلب مكشوفا لا زاد له، فيستطيع وقتها أن يفعل بك ما يشاء. يا عباد الله، العبادات التي تكون في رمضان جنسها في سائر العام، فإذا كان اجتهاد في رمضان فإنه في سائر العام يؤتى بأقله، لكن لا يترك أبدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة،
وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الفرق بين رمضان وبين غيره من سائر العام هو الاجتهاد، ليس في أصل العمل، فلابد للناس أن يفقهوا ذلك. فإن العلة في هذه العبادات طلب ما بعدها من الثبات ثم النجاة، والدلالة فيها على ما عند الله عز وجل خوفا ورجاء. لذا قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا بالقطع ليس له علاقة برمضان، لأن علة القيام بالليل لهذه التلاوات والصلوات إنما هو منصوص عليه، قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهذا لا علاقة له برمضان وحده. فهل يتصور أن رمضان وحده هو الذي يتعبد فيه لله؟ لا، هذه العلة تسري في سائر السنة. فعلى ما يقوم العباد على هذه السنن، لأنها سبب ثباتهم، وهذا مراد الله فيهم، ألا يخلون ولا يقومون على سنن البطلين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فما أن ينتهي شوال فيتجاوزه ثم بعد ذلك يدخل في شهر حرام، فما أن ينتهي من شهر حرام حتى يدرك غيره من أشهر الحرم، ثم وهكذا. قال الله: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من العبادة فاتعب في غيرها، فهذه يسلم بعضها بعضا. وعلى مثل هذا لابد أن يحفظ الناس ذلك، أن علامة قبول العمل أن يسلم لطاعة بعده، أن يسلم لطاعة بعده. وأما الحرمان هو أن يعمل عمل الأجير ثم يطرح عن نفسه ما بعده من الأجور، وهذا الذي خاب فيه سعي أهل الكتاب قبلنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم في اليهود أنهم عملوا حتى الزوال الظهر ثم تركوا، ثم قام النصارى فعملوا حتى العصر ثم تركوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فجاء المسلمون فعملوا من العصر إلى المغرب فلم يتركوا، عملوا ما بقي من النهار لم يتركوا، فأخذوا أجرهم كاملا. فلما احتجت اليهود والنصارى على ربهم قال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ من الذي ترك؟ أنتم لم تكملوا المسير، أنتم أردتم أن تعبدوا على هواكم، أنتم على الوجه الذي تتخيرون فيه أنتم، ليس على الذي أحبه أنا. يا عباد الله، هذه أصول عيبت على من قبلنا. لا يصلح للعبد أن يكون على مثل هذا الحال، فليس له إلا الله سبحانه جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بهذا الحد الأدنى من العبادة لا يترك، فأوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة بوصايا عامة، وأوصى كثيرا من أصحابه، فكان يوصيهم بأمور هي رؤوس العبادات هذه: صم 3 أيام من كل شهر،
وفي حديث عائشة لا يضرك من أي الشهر كان. ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام. لا يشترط أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا يشترط، لكن صم ثلاثة هذا حد أدنى لك لا يترك. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد لا يترك قط صياما الاثنين والخميس، لأن فيهما تعرض الأعمال على الله، لا في سفر ولا في حضر، فتعامل معاملة الفريضة، بل هي تشبهها من أوجه كثيرة. ولماذا الصيام ولماذا الصلاة؟ أما الصلاة فهي أعظم عبادات الجوارح، ولا يوجد عمل قط من أعمال الجوارح يشبه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستزيد فليفعل. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة سنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. هذا في كل يوم، فلكل يوم له قصر في الجنة على السنن الرواتب التي يصليها للصلوات الخمس. 12 ركعة في اليوم والليلة، وهذا والله لا يأخذ من أوقات الناس ولا من مجهودهم شيئا، لا يأخذ منهم شيئا. أما الصيام فهو العبادة الوحيدة التي يظل صاحبها متعبدا طيلة النهار من الفجر إلى المغرب، كل هذا الوقت يجري عليه أجر المتعبد، لأنه يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من أجل الله، فكان له ما كان. ولا يوجد عبد يستغرق وقتا طويلا من العبادة في الجوارح مثل هذا الصوم. فهذه الأصول لابد أن يكون العبد حظ منها دائم لا يتركه، وإن الجهل أن يظن أن الصفحة قد طويت بانتهاء رمضان. لا، ليس بعد، لازلنا نعيش، والملك لازال يكتب في صحيفتنا، وبها سنرد على الله سبحانه وتعالى. فهذه مواسم للتزود لا لانقضاء الأعمال فيها. فهذه وصيتي لنفسي، يا نفس لا تغتري بغفلة الغافلين وما يعانيه الناس من البعد، ولا أن هذا قد أدي في وقت فيشفع في غيره. لا لا، سنسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن العمر، كما سنسأل عن الشباب، سنسأل عن العمر كله وليس العمر رمضان وحده، فسيحبس الناس للسؤال عن ذلك. فأحسنوا العمل وأقبلوا بالحب على الله سبحانه وتعالى، فإن عبادة المحب لا كلفة فيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.